النهارده جنايات القاهره بتستمع لاقوال عبيد وجمال الدين في محاكمه مبارك ونجليه والعدلي ومساعديه فيما يسمى بمحاكمه القرن. امبارح كان في جلسه مهمه ايضا كانت مغلقه، تم فيها استجواب او سماع شهاده اللواء مراد موافي مدير المخابرات الاسبق واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئه الامن القومي. النهارده ايضا ستكون الجلسة مغلقة وستستمع المحكمة لأقوال دكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق والشريف إسماعيل وزير البترول الأسبق. الثلاثة دول سيتم استجوابهم النهاردة. الصور اللي حضراتكم شايفينها دي صور من أمام الأكاديمية بالأمس أثناء استجواب اللواء مراد موافي مدير المخابرات واللواء مصطفى عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي. وامبارح حصل أيضا اشتباكات خفيفة ما بين الأهالي أهالي الشهداء وأنصار الرئيس الأسبق حسني مبارك، أصبح مشهد معتاد أمام الأكاديمية. النهاردة كما ذكرت هتكون الجلسة مغلقة أيضا وسيتم الاستماع إلى عدد آخر من شهود القضية.